بجد تحفة تحفة تحفة، انا جربتها جميلة جدا. يلا بينا نبدأ الوصفة، بس ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم اول باول. ويلا بينا نشوف الوصفة. اول حاجة هنا هجيب اي حاجة سخن فيها صغيرة، طبعا على حسب الكمية يعني حسب ما انت هتعملي. معانا ده سكر، بصوا السكر الابيض ده اللي انا عايزاه، اللي هو الحبيباته ناعمه جدا مش مطحون، لا هو سكر حبيباته ناعمه. هوريكم في سكر تاني نوع تاني ما فضلهوش في الوصفه لسبب، لو هتعملي السكر ده اللي هو البني عندكم هيبقى للجسم مش هيبقى للوش خالص، انما لو السكر الابيض ممكن تستخدميه للوش وللجسم عشان الحبيبات ناعمه، انما لو هتعملي السكر البني، هو السكر البني ليه فوائده، بس الفكره السكر البني للجسم بس عشان الحبيبات بتاعته بتبقى خشنه شويه عن السكر الناعم. فانا هاخد معلقه واحده بس من السكر الابيض عشان ده انا هعمله للبشره للوجه، فلو هتعملي للوجه ابيض، لو هتعملي للجسم خليكي في الاسود. هاخد منه معلقة واحدة، معلقة من السكر، محتاجة عليها ربع كوباية من المية، انا دي نص، المفروض ان انا كنت احط ربع فهي كترت مني، فانت حطي ربع كوباية على المعلقة. افضلي قلبي فيهم لحد ما السكر يدوب تماما، وبعد كده هنروح نكمل الوصفة على النار. هنا انا قلبتهم وبعد كده هبدأ بقى نرفعها على النار علشان تغلي شوية والسكر يبدأ يبقى يعني كراميل بسيط، مش اللي هو كراميل تقيل. هفضل اقلب بقى بردك فيها على النار لان السكر انا مش عايزاه له يبقى له اثر. هنا خلاص السكر يعتبر داب معايا خالص زي ما احنا شايفين، هبدأ بس اديله غلوة. ركزي في الخلطة علشان تطلع معاك مظبوطة، عشان ما تبقاش لما تيجي تعملي الخلطة ممكن تطلع معاك محجرة، فخلي بالك من الخطوات اللي انا بعملها كويس جدا علشان تقدري تطلعي الخلطة كويسة. هنا هبدأ احط الخلطة تاني بتاعتي في الطبق وهرجع اكمل عليها المكونات اللي احنا هنكملها، تابع معايا الفيديو للاخر. هنا بقى بعد ما فضيتها خلاص بصوا شكلها ولونها اتغير تماما، وده المطلوب بصوا، ومش تقيلة يعني خفيفة خالص كده، اللي هو خدت يدوبك غلوة واحدة تمام. هبدأ بقى احط عليها بقية المكونات بتاعتي، هنحط من النشا او الكورن فلاور 3 معالق صغيرين، هحط معلقة بمعلقة عشان ما تكتلش مني وكمان عشان تدوب معايا على طول. ما هحط اول معلقه وهقلبها. طبعا النشا ليه فوائد كتير جدا للبشره وللجسم، حلوه جدا، بتقلل المسام وبتفتح البشره وبتدي نضاره للبشره، خصوصا ان انا قايله لك ان الوصفه دي واخداها من واحده مغربيه، ففعلا الوصفه حلوه قوي لنقاء البشره وبتخلي البشره كده مشدوده وحلوه، وكمان بتخليها مفتحها وشكلها حلو قوي. جربي الوصفه بجد على ضمانتي هتبقى جميله جدا، ان انا فعلا لما خدتها منها وجربتها لقيتها هايله جدا. هحط معلقه بمعلقه وابدا اقلبهم بقى كويس جدا وارجع لكم. خلاص بعد ما قلبتهم كويس جدا هحط معايا معلقتين من الحليب البودر، والحليب البودر مغذي جدا للبشره وبيفتح البشره جدا، وكمان بيخلي البشره صافيه ونقيه زي الحليب. الحليب البودر كمان ليه فوائد كتير وفيها فيتامينات مغذيه جدا للبشره، فحلوه قوي الوصفه دي يا بنات جربوها هتعجبكم جدا. هقلب بقى، بس هحط معلقه بمعلقه وبعدين هقلب، مش هحط كله مع بعضه عشان ما تكتلش مني. هنا انا حطيت معلقه وهرجع اقلبها وبعدين هرجع احط معلقه كمان. هنا كمان عايزه اقول لك ان الوصفه تقدري تضاعفي الكميه لو انت حابه تعمليها لجسمك كله وتعمليها للبشره، حلوه قوي، وبتتعمل كمان تحت الابيضين وبين الفخاد وفي الاماكن الحساسه، امنه جدا وبتفتح، وكمان بتخلي البشره ملمسها ناعم ومش جافه، بتخليها كده فيها ترطيب، فهنا تقدري تضاعفي الكميه براحتك جدا مفيش اي مشكله. هنا انا عامله الكميه دي عشان انا هعملها على وشي، فبجد الوصفه حلوه قوي. المكونات على فكره يا بنات سهله جدا وعندنا في كل بيت، يعني مش حاطه اي حاجه صعبه، السكر عندنا والميه وكمان الحليب والنشا، يعني حاجات سهله جدا. هنا خلاص هحطها بقى في التلاجة 6 ساعات عشان المكونات تركز مع بعضها اكتر وتبقى واخده من بعضها اكتر، وبعد 6 ساعات ان شاء الله بطلعها ونكمل بقيه الوصفه، كلها سهله زي ما قلت لكم ما فيهاش حاجه صعبه. هنا طلعتها من التلاجة وقلبتها بس انها تفك من بعضها زي ما احنا شايفين، بصوا القوام تقل شويه وركز معايا اكتر وبقى مركز شويه. هنا بقى هبدا ان انا هعمل ايه معاها،
هبدأ الأول أحط معاها نص ليمونة بالظبط. طبعا أنا قلت لك حسب الكمية اللي انت هتحطيها. الناس اللي عندها حساسية من الليمون تقدري تحط مية ورد أو زيت الليمون. لو هتعمليه على جسمك تقدري تحطي زيت الليمون أو زيت الورد، تحفة جدا للجسم ويفتح الجسم جدا. لو انت هتعمليها على بشرتك ممكن تحطي ليمون طبيعي زي ما أنا حاطة لو انت بشرتك مش حساسة. اقلبها بقى كويس جدا. الليمون يا جماعه لازم احطه بعد ما اطلعها من الثلاجه، مش وانا حطها في الثلاجه، يعني لازم الليمون ده يتحط اول ما تطلع من الثلاجه على طول. تمام كده. هبدا اجيب بقى طاسه معايا وهبدا احط فيها المكونات بتاعتي. شايفين القوام بتاعها بقى كريمي ازاي؟ كريمي خفيف. فانت يفضل بدل ما انا حطيت نص كوبايه ميه حطي ربع كوبايه ميه، هتظبط معاكي جدا. يلا نرفعها على النار ونشوف بعد كده القوام بتاعها اللي انا عايزاه. انا هنا رفعتها على النار مجرد دقيقتين اتنين بالظبط. بصوا بقى كريمي، شكله تحفه، قوامها كده بالنسبه لي حلو جدا جدا انها تتفرد على جسمي او تتفرد على بشرتي، فحلوه جدا. شايفين القوام؟ ركزوا جدا علشان ده مهم. هنا بقى هبدأ انقله في طبق تاني عشان هبدأ احط عليه المكون الاخير، او فاضل مكونين والاتنين كلهم هيبقوا موجودين عندنا، في واحد منهم اجباري وواحد اختياري، فهنبدأ بس نفضي عشان نبدأ نحط كده عشان ما تتلخبطيش معايا وتبقي عارفة انا هستخدم ايه. اكتبي كده المكونات في ورقة حاجة في حاجة وابدأي ان انت اعمليها بالترتيب، وده مهم جدا ان انت تعملي بالترتيب عشان في حاجات ما ينفعش تتحط في التلاجة، لازم بعد ما نطلعها. بصوا القوام بتاعها شكله حلو قوي زي اكنه عسل. حلوة قوي الخلطة دي يا بنات، انا جربتها فعلا وتسلم ايديها اللي قالت لنا عليها، هي واحدة مغربية بجد الله يبارك لها، حلوة قوي بتفتح جدا. هنا بقى هبدأ احط بقى، هنبدأ نستخدم معانا مية لبان الذكر. لو ما عندناش نقدر نحط زيت لبان الذكر، لو ما عندناش نقدر نستبدله باي زيت مش مشكلة. ما عندناش خالص بقى خلاص مش ضروري، بس هو مفيد للبشرة عشان مثلا لبان الذكر ده من الحاجات الحلوة اللي بتقلل مسام البشرة وكمان بتقلل التجاعيد وبتدي نضارة للبشرة وكمان بتخلي البشرة ناعمة وصافية، فده مهم برضو بالنسبة لي. انما لو مش متاح عندك تقدري ان انت تلغيه. فهنا هقلب الخلطة كويس جدا وهبدأ احط كمان معايا مكون، وده برضو حلو جدا في التفتيح بس مش هكتر منه، اللي هو البيكنج باودر او خميرة الحلويات. هاخد منه سنة، بصوا بطرف المعلقة. شايفين هي برغم حتة صغيرة او سنة صغيرة بس هيظبط معاكي جدا. طبعا البيكنج باودر او خميرة الحلويات معظمها دخلت في الحاجات التجميلية لانه فعلا حلو جدا وامن على فكرة يا بنات، مش اللي هو بيبوظ البشرة ولا حاجة خالص، ما فيش الكلام ده. البيكنج باودر امن جدا، ما كانوش عملوا منه ماسكات وكمان عملوا منه سكرابات، يعني حاجات متاحة جدا للبشرة، فهو حلو قوي قوي. فالبيكنج باودر امن او خميره الحلويات للبشره، بس حطي طرطوفه صغننه، مش ناخد بنغرف بالمعلقه، لا حاجات بسيطه كده. طبعا عندنا ما عندناش ما فيش مشكله برده، مش هقدر ان انا اقول لك المتاح عندك استخدميه، بس دي حاجات بتبقى بالنسبه لي ضروريه، فانتي بالنسبه لك دي حاجات هتكمل بعضها. اوكي، هنا بقى نبدا نجرب الوصفه مع بعض. بصوا قوامها، انا ده اللي كنت عايزاه او مطلوب مني، ان هو القوام بتاعها يبقى كريمي بالشكل ده. نتيجتها هايله هايله، اقسم بالله تحفه. جربيها وعلى ضمانتي، وهتكتبي لي في الكومنت تقولي رايك فيها ايه. بصوا ده اهم حاجه القوام يا بنات، ونركز فيه. في حاجات زي ما قلت لك لازم تستخدميها بعد ما نطلع الخلطه من الثلاجه نحطها. امشي على الخطوه بالترتيب عشان توصلي للنتيجه مطلوبه. جربي الوصفة واكتبيلي في الكومنتات وقوليلي رأيك ايه، اكيد هتعجبك عشان فعلا هي عجبتني لما جربتها، وبشكر جدا صاحبة الخلطة اللي خلتني عملتها. طبعا انا حطيت عليها اضافات بسيطة او تكات بسيطة، فهي بجد نجحت معايا وبقت هايلة. ما تنسيش تعملولي اللايك وكمان تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس لو اول مرة تشوفينا عشان كل جديد يوصلك اول باول ويوصلك اشعاره. يلا باي باي يا حبايب قلبي وهتوحشوني.